بحب ارحب بضيفي النهارده في مصر الجديده الدكتور بسام الزرقا، وهو عضو المجلس الرئاسي لحزب النور للشؤون السياسيه. اهلا بيك دكتور بسام، السلام عليكم. شكرا لوجودك. شكرا لك وللمشاركه. انت جاي لنا من اسكندريه، واحنا بنقدر طبعا المشقه اللي تكلفتها عشان تجي لنا. حزب النور النهارده هو نقول ايه، في مهب الريح، او في نقول يعني علامات استفهام كثيره على الحزب باعتباره ان هو يعني حزب اسلامي، والدستور الجديد يحظر قيام احزاب على اسس دينيه. موقعكم ايه في الخريطه السياسيه الجديده في مصر؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. حزب النور تاسس وفق الإعلان الدستوري الذي كان ينص على منع قيام أحزاب على أساس ديني. بمعنى احنا تأسسنا على النص الموجود في الدستور بتاع النهاردة. الدستور 2012 كان هذا النص قد عدل، لكن احنا متأسسناش بناء على 2012، احنا تأسسنا قبل 2012. بمعنى ان هذا الحظر اللي موجود طبق علينا ابتداء. تمام، يعني ما عندكوش مشكلة، مشكلة توفيق أوضاع. لا لا لا، يعني طيب معلش، يعني هل انا هقدر اشوف يعني منتمين او اعضاء في حزب النور من تيارات مصر السياسيه المختلفه، واحد يساري، واحد علماني، المراه، القبطي، هل هشوف كل ده؟ الحزب مفتوح لكل المصريين وله برنامج. كل الذي يرى ان هذا البرنامج هو الاصلح والاصوب لمصر مرحبا به في حزب النور. تمام. بدون اي تمييز وبدون اي مشكله، مفيش مشكله في الموضوع خالص. يعني اخد تصريح من حضرتك ان انتم في المرحله الحزب الجديده مفتوح. لا لا، مش محتاجين توفيق اوضاع. نعم، نعم. مش كده؟ نعم. تمام. المراسل الزميل احمد عبد الصمد طرح بعض الاسئله في تقريره تابعناه مع بعض، تعال نحاول نجاوب على بعض منها. مثلا في كان نقد بعزوف المنتمين لحزب النور في استفتاء الدستور، كان سببه ايه؟ اولا هل دي حقيقه ولا غلط؟ لا، احنا نبدا نحط اسس لمثل هذه المناقشه. انت تعرف واحنا اطفال كان في قصه تنابلة السلطان. عباره عن ناس متخطخين كده وطخان وبيقعدوا وما يعملوش حاجه. أيوة. حتى الاكل مش عاوزين يروحوا ياخدوه، حد يجيبه لهم. ننظر الى الساحه وننظر الى الشارع. اي الاحزاب كان له عمل وجهد طوال هذه الفتره؟ اشاد به كل الاعلاميين من كل القنوات. كان حزب النور بشهاده الاعلاميين عملتوا لقاءات عامه ومؤتمرات في اكثر من 17 محافظه. النهارده الصبح كان في مؤتمر صحفي اتعمل الصبح، اذاع مقاطع فيديو موثقه لمجهودات حزب النور من اجل حث المواطنين على المشاركة في الدستور. فالعجيب أن الكل يلوم حزب النور والكل يشكر حزب النور في نفس الوقت، والأحزاب اللي ما عملتش حاجة ما سمعناش عنها أي حاجة. يعني كأن الحزب الوحيد في مصر اللي مسؤوليته الحياة السياسية والدستور هو حزب النور. أين باقي الأحزاب؟ اعطوني اسماء ثلاث احزاب قامت بنصف ما قام به حزب النور من مجهود. حزب الكنبه. حزب الكنبه هو يعتبر البطل في هذا الاستفتاء. لان الحاصل اللي نزل اكتر حاجه نزلت هم النساء. واكتر ناس عزفت هم الشباب. ودي مشكله لا تخص حزب. دي تخص دوله، تخص مستقبلنا. لازم نعرف ليه الشباب من جميع القطاعات عزف. طبعا في شباب نزلوا، لكن اقصد ايه؟ اقصد انت لما تبص للخريطه تلاقي النساء واخدين الماجورتي. هتجد كبار السن بعد ذلك، هتجد الشباب اقليه.